دوك الديور اللي قاطعين ليه محسومين على المد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم الإخوان وتحية لجميع المشاهدين الأعزاء. المهم الإخوان كما تشوفوا في هذا الفيديو إن شاء الله، هذا الفلوق إن شاء الله كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم. المهم ديال الإخوان، هذه مدينة الرباط العاصمة ديال المغرب، وتحياتي للجميع. كما كتشاهدوا الإخوان، كما إن شاء الله غادي تشوفوا بعد اللقطات فيديو ان شاء الله غادي تعجبكم. كما كتشوفوا هذا هو حسان الضريح، ان شاء الله غادي تشوفوا هاد اللقطات غادي يعجبوكم. وتحياتي لكم وكنتمنى تدعمونا. مرحبا بكم الاخوان والاخوات، وما تنساوش تدعمونا وتدعموا هذا الفيديو هذا، وتحياتي لكم. المهم اكتشفوا معنا بعض البلايص اللي ما عمركم شفتوا هذا الرباط، شحال هذا ما جيت ليه. والله القسم الخوتي اللي تبدل عليا بزاف، شحال هذا ما جيت ليه. وانا غادي نوريكم البرج اللي كيتبنى، برج ديال محمد السادس، برج محمد السادس. المهم غنديكم تالي وغتشوفوا ان شاء الله شي مناظر اخرى غادي يعجبوكم، وغتشوفوا واحد المفاجاه اخرى ان شاء الله. وخليكم معنا الاخوان. المهم الاخوان كما كتشوفوا، هذه هي العاصمه الرباط كما كتشاهدوا. المهم بينها وبين مدينة سالا غير الواد، هاد القنطرة هادي كما كتشوفوها، بينها وبين سالا غير هاد القنطرة هادي والواد. المهم كما كتشوفو هاديك الديور راه محسوبين على هاديك مدينة سالا.
كما كتشوفوا الاخوان المشاهدين والمتتبعين الاعزاء، هذا هو برج محمد السادس بمنطقه ديال ابي رقراق بمدينه الرباط. وتحياتي لكم الاخوان، كنتمنى يعجبكم هذا الفلوق هذا، وكنشكركم بزاف بزاف. وما تنساوناش الاخوان تشاركوا هذا الفيديو وبارطاجيو وتشجعونا كما كتشاهدوا. و لا شفتوا السينما، هذيك راه السينما اللي تبنات جديده حتى هي. وكنتمنى الاخوان يعجبكم هذا الفلوق هذا، وما تنساوناش الاخوان تشاركوا هذا الفيديو هذا وتدعمونا وتبارطاجيو وديروا شي تعاليق زوينين. وإلا عجبكم هذا الفيديو هذا شاركوا معنا وكتبوا لنا في الكومنتير. وتحياتي لكم. انا كنت واجد الان في المنطقه ديال ابي رقراق في مدينه الرباط. المهم نحاول نقرب لكم البرج. المهم الاخوان، انا قربت لكم شويه البرج، راه باديه البنايات فيه. هذا هو برج محمد السادس في مدينة الرباط في أبي رقراق كما كتشاهدوا. وهذا برج محمد السادس